شكرا للأناظور وللسادة المشاهدين، وأشكركم على إتاحة الفرصة على هذا اللقاء. ما يجري أو ما سيجري في الأستانة هو نابع من لماذا الذهاب إلى الأستانة؟ خلينا نسأل. نحن نقاتل ثلاثة أعداء في سوريا، كنا نريد الحرية عبر المظاهرات السلمية، ثم انتقل هذا العمل إلى العمل المسلح بسبب أن النظام أرسل الجيش لقتال المدنيين، ثم انتقل هذا العمل المسلح إلى تحرير مساحات شاسعة من الأراضي السورية من سيطرة النظام، من المدن والأرياف، فوضعوا في النظام إلى أن كاد أن ينتهي. فجأة دخل حزب الله والميليشيات الشيعية بطلب من بشار أسد لمساعدته، لأن الكتلة البشرية لدى النظام ذابت بالانشقاق أو بالقتل في الحروب والمواجهات أو بالهروب من الخدمة الإلزامية ونحو ذلك. ثم انتقلت الحرب إلى حرب ضد النظام والميليشيات الطائفية، بلغت أكثر من 60 فصيل في سوريا بدعم كبير وقوي من إيران. هذا الدعم الكبير والقوي من إيران تدخلت بنفسها فيما بعد، وجنرالاتها قاسم سليماني وغيره. قاسم سليماني قال لبشار الأسد: لولا نحن لكان زهران علوش يجلس مكانك، وكنت أنت معلق على أشواذ على أعواد المشنقة في ساحة المرجي بدمشق. وقد كرر لافروف من يومين هذا التصريح عندما قال: لولا نحن لبشار الأسد لكان دمشق في يد المعارضة. هذا الكلام يؤكد أننا لم نكن نواجه نظاما واحدا، وإنما عدة أنظمة استطعنا بفضل الله الصمود أمامها سنوات طويلة. نحن نعتبر أن الساحة والمعركة طويلة. هذه المعركة قامت من النزول إلى ساحات المظاهرات، ثم إلى العمل المسلح، ثم إلى الجبهة السياسية. المعركة كبيرة بيننا وبين هذا النظام، هي معركة حق وباطل. نحن ذاهبون إلى الأستانة لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل جدي، وخاصة على المناطق المشتعلة وعلى رأسها وادي بردة، وكذلك الغوطة الشرقية جنوب دمشق، وكافة المناطق المحاصرة في كل سوريا، كافة الجبهات. تثبيتها أولوية، فإذا ثبتت هذه الاتفاقية بتفاصيلها حتى وصولا إلى وجود مراقبين لوقف إطلاق النار، نريد حقن دماء السوريين، نريد رفع المعاناة عن الشعب السوري، نريد عودة اللاجئين والمهجرين من كل الأنحاء. تركيا تحملت الكثير، فلها منا كل التحية والشكر، كذلك بعض الدول. رسالتي أيضا للدول أن تقف إلى جانبنا في هذه الخطوة المهمة في الأستانة، خاصة الدول الصديقة والدول الشقيقة، كلها معنية بالدفاع عن الشعب السوري وحمل قضيته ومساندته في الميدان وفي المحافل الدولية أيضا. كذلك أريد أن أخبر العالم كله أننا دعاة حرية وسلام ودعاة تنمية وبناء. نريد أن نبني مجتمعنا، نريد أن يعيش السوريون بكرامة وحرية، لا بطريقة الاستعباد التي يفعلها بشار الأسد وحلفائه، وإنما نريد بناء هذا البلد وأن يعيش فيه الإنسان السوري بكل أطيافه، سواء كان مسلما أو من دين آخر أو بإثنياته العرقية، سواء كان عربيا، كرديا، آشوريا، تركمانيا، من أي قومية أخرى. سوريا تتسع للجميع، ونريد أن يعيش فيها السوريون بأمن، بحرية، بعدل، أن يسود فيها العدل، وأن يسود فيها حق
تقرير المصير، حق اختيار الحاكم، حق مراقبة هذا الحاكم ألا يصبح طاغوتا يسفك دماء السوريين. هذا اللي هو أريده.